أهلا بكم مشاهدينا الكرام للمزيد من التحليل حول أداء السوق السعودي حتى الآن. ينضم إلينا محلل الأسواق المالية الأستاذ محمد العنزي. أهلا بك سيد محمد. يعني بداية سلبية اليوم للمؤشر وتراجعات تقريبا ب 17%، وبالتالي كسرنا مستويات 8400 نقطة وأيضا مستويات الدعم نتحدث عن 8419 نقطة. هل مبرر اليوم إعلان نتائج الشركات القيادية تحديد الاتصالات السعودية أثر بشكل سلبي على أداء المؤشر، أم أيضا نتحدث عن معامل ارتباط وهو معامل النفط في ظل التراجعات أيضا القوية بالنسبة لأسعار النفط في جلسة الأمس، كان لها انعكاسات على أداء السوق السعودي في جلسة هذا اليوم؟ أهلا بكم مشاهدي الكرام وشكرا على الاستضافة. حقيقة قبل ما ابدا في الاجابة على الاشياء اللي ذكرتها، ودي بس اقول انه سوق الاسهم الان في افضل اوقاته، لان الاقتصاد جيد وبشكل عام يسير في اتجاه سليم. عندنا مثلا تم تخفيض كثير الاعتماد على النفط كدخل اساسي، والان الدخول غير النفطية تجاوزت 300 مليار، وايضا ميزانية خلال 2020 ثاني اكبر ميزانية بعد ميزانية 2019، والتركيز فيها كان على التعليم والصحة وبناء الاسهم. ايضا كذلك طرح ارامكو ادى لزياده الرغبه الحقيقيه في الاستثمار في السوق السعودي. دخول المؤشر السعودي لمؤشرات الاسواق الناشئه فوتسي وجي مورجن وحصتها في هذه المؤشرات تجاوز 4%. يعني ودي اضيف ايضا نقطه انه مسار السوق خلال 3 سنوات الماضيه، يعني 36 شهر ماضي، نلاحظ ان السوق المؤشر في نسب متصاعده تصل الى نسبه 7% تقريبا. والنسبة هذه نفس نسبة تقريبا مؤشرات الأسواق الناشئة فوتسي مثلا ب 7-8% سنويا، بينما الماتشور ماركت الأسواق المتقدمة معدل النمو عندها لا يتجاوز 4% مثلا آخر مرة على ما أظن أو على ما أذكر أنه 3.6. هذه العوامل تجعل السوق السعودي جذاب وجذاب جدا للاستثمار. هذه المقدمة حقيقة حبيت أذكرها قبل ما أدخل في التفاصيل، رغم أن عندي يعني بعض الأمور اللي أذكرها قد تكون غير تقليدية. جميل. يعني أنا أرى هذا الصباح صباح جميل حقيقة، وهذا تذبذب بخلال الأيام الماضية وخلال هذا اليوم أيضا هو يعني طبيعي وطبيعي جدا في ضوء انتظار النتائج وانتظار توزيع الأرباح والعوائد. المؤشر فقط في أول دقيقتين تقريبا 30 نقطة واستمر في الفقدان إلى فقط تقريبا 60 نقطة وثبت على 8366 ورأى حولها تقريبا 50 دقيقة، وهذا يدل أن السوق المؤشر يدل السوق المؤشر. المؤشر طبعا اهم ما في السوق المؤشر، المؤشر لابد ان يعكس ويتاثر بسرعه بواقع السوق وبشكل عام وينقل الى المتداولين صوره واضحه. طيب سيد محمد، هل نستطيع القول اليوم انه شركه ينساب اليوم تعطي صوره اوليه بالنسبه لنتائج البتروكيميكال، خصوصا المتقدمه اعلنت ولكن كانت نتائج ايجابيه، اليوم نشاهد ينساب تراجعات يعني بانخفاض ارباح ب 55%، وبالتالي هل هذا يعكس صورة بالنسبة لأداء قطاع البتروكيميكال نتائج أعماله خلال الفترة القادمة وبعجالة لو سمحت؟ ما في شك أنه هذا يعكس، ولكن يعكس لو قلنا حتى يعكس الصورة بشكل يومي، ولكن المؤشر اليومي لا يعكس حقيقة واقعية السوق. جميل، شكرا أستاذ محمد. ما في شك النتائج تؤثر، ولكن المجمل المستثمر في نهاية المطاف والمتداول جميل. يبحث عن الترند والمسار العام. اما اذا كان يعني نتائج اليوم الواحد وحركه اليوم الواحد المؤشر لا يبنى عليه قرار استثماري ولا يبنى عليه حكم عام، وزي ما قلنا انه اهم ما في السوق حقيقه هو المؤشر الجيد يتاثر بسرعه بواقع السوق والمؤشرات بشكل عام ينقل المتداولين صوره واضحه، وهذا ما نلاحظه في هذا الصباح. جميل. انا اقول صباح جميل لانه المؤشر حساس ودقيق، واللي يعني يعطي صوره واضحه وجميله ودقيقة. جميل سيد محمد، بالتأكيد سنراقب يعني تطور أداء السوق خلال جلسة هذا اليوم. محمد العنزي محلل الأسواق المالية، شكرا لك.